السؤال الثاني سؤال برضو يهم كتير من الأسر، هل في كسل العين يعني ما نقدرش يقدم الولد في كلية من الكليات العسكرية؟ بنسبة كبيرة بيعوقه، بنسبة كبيرة بيعوقه طبعا طبعا، لأن ضابط أو كلية عسكرية لازم تبقى حد النظر. لا غير كمان نظر، ما هو مثلا هو لو في موقع عسكري ومثلا بيقود طيارة أو بيقود، لا يقود طيارة ده مش هيعدي أصلا، مش هيعدي أساسا، لكن لو بيقود مثلا حاجة مهمة حياة الناس حواليه طبعا، لو طبعا في عين سليمة، هو شايف عين 6/6 لو طرفت أو جا فيها تراب أو جا فيها رصاصة أو جا فيها شظية، العين التانية مصابة، العين التانية ما مش شغالة يعني، صح فهنا صح. في الحالة دي هو أصبح في كارثة بالظبط كده، عشان وغيره أصبح حياته، عشان كده لازم نعالجه منذ الصغر، نكتشفه منذ الصغر عشان لما يوصل لسن التقديم للكليات العسكرية يبقى إن شاء الله الدنيا كويسة.